64 لفريق دبي جديد، وتحدي قاري اضافي بعد هجم القروش. هنا طرقتين يحاول يراوغ الحل الجماعي فعلا دبي جديد، وتحدي قاري اضافي بعد هجم القروش. هنا طرقتين يحاول يراوغ الحل الجماعي فعلا حاجه الى الهجوم، وهذا ما يفسر التغييرات اللي قام بهم المدرب مرتضى حسون في هذا اللقاء. قسم الايفواريه وسط ارتفاع لدرجه الحراره والترشح الدور المقبل، وكان دائما موجود كذلك في الادوار المتقدمه للمختلف. كانت هذه المباراه تعود في خط الوسط، ثم طرقتين بذكاء نحو اليمين تعود شكري الزعلاني في اتجاه طرقتين بذكاء يراوغ كورته فهي لمسه فرنساي والهدف الاول عن ميسر ايابا ضد شبيبه ابيجان. عمل تمهيدي متميز من طرقتين عند استقبال الكره وصولا للليبيري فرنساي. الرسميه حاول قبول المطلب التونسي لتنظيم كاس العالم 2010، سنعود لاحقا عن الفضيه السبعه. بينما فرصه هدف ثاني، فرصه السعيدي كريم السعيدي الى طارق التايب، طارق التايب يرفع كوره ما تمش تسلل، كرة حاليا لصالح نادي افريقي شمب الخالد، يرفع كوره في منتصف القائم الثاني وتوزيع رقم سبعه زكوا فيه في الهجوم وحيد طارق التايب، وتم مخالفه حضور كبير من الحكم التوغولي. خالد مولي صاحب الهدف الثاني حاول، خالد مولي مع طارق التايب عمل تبادل الكور وتم مخالفه، موقع طيب ايضا شكري الزعلاني. عندما تكون الكره قريبه من الحارس طارق التايب موجوده على الكره تقريبا 20 متر، فعلا طارق التايب طارق التايب والحارس دانييل سوا تختار. يلزم التركيز اكيد، بينما رمزي الفتح علي باهي المراوغه باهي التوزيع فرصه هدف ثالث. مجموعه كبيره من لاعبين نادي افريقيا في منطقه شبيبة ابيجان. طارق التايب ياخذ وقته يرفع كره فرنسا حاجه وكاد ان ياتي بالهدف الثالث. الرغبه في التهديف نور الدين تخلي اللاعب يسقط في التسرع طبيعي المتفرج فارس، بينما التوزيع الأخيرة بخارج الرجل المطلوب. بينما فرانساي يلزم التمهيد فعلا نحو طارق التايب، التسويق والهدف الثالث. طارق التايب يخلي الافريقي متاهل، الى دور ربع النهائي لكاس الاتحاد الافريقي لكره القدم بعد شوط اول من جراز رفيع. وتتويج العمل الجبار اللي قام به هذا اللاعب، كان دائما في انطلاق العمليه، هذه المره برينس داي هو اللي سقط الكره. اذا يرجع نجم نقولوا عمليه غدوات. طارق التايب كان في الهدف الاول هو اللي مد الكره الى برينس داي، في هذا الهدف الثالث تتعكس العمليه. برينس داي طارق التايب في الفدرالية الافريقيه اللي قاعد يخطو في خطوات ثابته من اجل التاهل. وفي الدقيقه 42 ينجح طارق التايب في اضافه الهدف الثالث. ثلاثيه لحد الان توزيعه حاليا وست رمزي الفتحلي من جديد طرقتين طيبه جدا. يلزم اللعب بسرعه، سوء تفاهم بين الفتحلي والتايب، وتنتهي سته امتار للنادي الافريقي. كل من رضوان بوزيه رقم 21 وكريم السيدي رقم 26، ظهير ايسر محمد مكشر رقم 18. المهمه حساسه بالنسبه للثنائي باب توري وايضا خالد مولي في التغطيه الافريقي، وعوده ل 4-4-2 في اياب دور ثمن النهائي. مسعيدي ثم من جديد جون تاتزي مقطوعه في خط الوسط. هنا طارق التايب طيبه نحو اليمين ثم برنسا. هذا الدور ستتم يوم 10 جويليا بمقر الكونفدراليه الافريقيه. طارق التايب الى رمزي الفتحلي، تم شكري الزعلاني تسلم تمشي طارق التايب وعلى اليسار ينطلق هشام بن خالد. طارق التايب الى رمزي الفتحلي، مره السيد مرتضى حصير من طارق التايب
طارق التايب والتسديد والعارف وفريق الشبيبة أبيجون الإطار هو دور ثمانية كأس الاتحاد الأفريقي ماذا ما التسلل طارق التايب طارق التايب إلى البرنس داي والهدف الثالث ست أهداف مقابل صفر النادي الأفريقي أعتقد أمنا قلت ثلاث مرات تأهلوا للدور الربع النهائي لكأس بعد ذكية في التمهيد من طارق التايب ذكية في تفادي التسلل أيضا نقول هذا لسادة المشاهدين بما أنه يحاول يبعد على اللاعب ويأتي المهاجم طارق التايب طارق التايب يحاول طارق التايب طارق التايب يحاول يمر وشوفوا موقع آسف الخلفاوي تبادل الكرة طارق التايب وثم مخالفة الهدف السادس يلعب هو اليسار التوزيع طارق التايب يعود إلى الوراء طارق التايب يغادر زملائه بعد